السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد وصفه جديده مع خديجه الاندلسي. اليوم جبت لكم واحد الوصفه غزاله ديال البريوش. غندير واحد البريوش بروفيسيونيل. ايش غادي نقول لكم؟ كيجي لذيذ منفوخ وهشيش من الداخل. الطريقه ديالو شويه طويله ولكن يستاهل اننا نجربوه. غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير. انا غادي نعجنو في الروبو ديال العجين، تقدروا تعجنوا باليد. غادي نبداو بالمقادير. عندي 600 غرام ديال الدقيق ديال الحلويات، عندي 8 البيضات، 300 غرام ديال الزبده، بيضه هذه للدهن، عندي نص كاس ديال الحليب، عندي 30 غرام ديال الخميره ديال الخبز. ما غاديش ندوب فيه الخميره ديال الحلوه، غير الخميره ديال الخبز. عندي 80 حتى 100 غرام ديال السنيده على حسب الذوق ديالكم، وعندي الملح. دابا غادي نبداو بالطريقه. اول حاجه انا درتها شديت هذاك الحليب، نص كاس الحليب، خلطته مع الخميره وخليتهم تيذوبوا مع بعضياتهم. هنايا هذه الخميره تذوب، خميره حبيبات. هنا الدقيق درت فيه سنيده، وديك 80 غرام حتى 100 غرام سنيده، ودرت فيه الملحه وكنخلطو بحال هكا. انا نسيت ما صورتكم فاش كنت كندير نخلطهم. المهم صافي كتخلطوا هذوك الحوايج اللي ناشفه هنا، الخميره مع الحليب هي مخلطه عندنا هنايا. دابا غادي ندوزو البيض، غادي نطربو طرب. غادي نزيدو عليه هذاك الحليب مع الخميره، ودابا عندي هاد جوج زلافات. دابا غادي نبداو نخلطو في الروبو باش نعجنو البريوش. تنستعملو هذا، متنستعملوش هذا ديال الخبز، هذا تنستعملوه بريوش بهذا الشكل. ودابا غادي نبداو نديرو طبقة ديال الدقيق. نتمنى على الصورة أنها تكون واضحة. أو شوية ديال الليكيد، شويه ديال الدقيق، شويه ديال الليكيد، الدقيق، ليكيد عاود، وهذاك الشيء اللي بقى ديال الليكيد. غادي نطحنو. واش غادي نقول لكم؟ غادي نطحنو فواحد مينيموم، ما غاديش نجهدو عليه الروبو، ما غاديش نجهدو عليه الروبو، ملي غادي نخليوه يتعجن واحد المده ديال 3 حتى 4 دقائق عاد باش نبداو نزيدو الزبده. كما كيبان لكم انا خليت هاد البطه ديال الروبو غير باش يبان لكم مزيان عشان انه كيتعجن. دابا غادي نبداو نزيدو طرف ديال الزبده. غادي نستمروا على هذا الشكل، يعني غادي نقاديو هاد 300 غرام ديال الزبده كامله اللي عندنا.
نديروها كامله وحتى تبان لينا انها دخلات مزيان في العجين. ديك الساعه عاد غادي نوقفوا العجين ونوقفوا العجينه، ومن بعد غادي نديروا فهاديك السلافه اللي كتشوفوا معايا مزيان ونخليوه يخمر. كما كتشوفوا معايا العجين ديالنا ها هو واجد التعجين، كنحصلوا على واحد العجين اللي تيكون إلاستيك ولا مطاطي كيتجبد ومؤرخو. اش غنقول لكم، ما غاديش نحولو دابا، انا غادي نخليه يخمر المره الاولى هنايا، عاد من بعد غنديرو في هذاك الزلافه ديال الدجاج وندخلو الثلاجه اللي خصو يبقى فيها واحد 3 4 سوايع على الاقل، ولا من الاحسن انه يبات هذا العجين في الثلاجه الصباح تخدمو به. دابا انا غطيتو بالبلاستيك الغذائي كما كتشوفوا معايا، عجين واجد صافي خصو يبقى في بلاصه دافيه، خصو يتغطى من تبعد الحال باش يخمر. انا غادي نخليه غير هنا بالبلاصه الكوزينه سخونه، غادي يخمر مزيان طاف الحجم ديالو، عاد باش غادي نرجعو باش نخرجو منو الهواء وندخلو للثلاجه. دابا كما كتشوفوا معايا العجين ها هو خمر طاف الحجم ديالو. دابا نجرى الخيطه فاش غادي خصو يدخل للثلاجه باش يبرد مزيان، غادي يبقى واحد 3 سوايع 4 سوايع في الثلاجه، ولا غادي تخلوه الليل كامل عندكم الوقت. الا درتوه بالليل بيتو في الثلاجه كيكون احسن. بابي فيلم هنا فهاد الزلافه، اللي غادي نحط فيه كما كتشوفوا معايا خامره مزيان، كيبغي شويه الوقت والخاطر هاد العجين. غادي ندير اليد ديالي خصو يخرج من الحالة في الهواء اللي فيه. الحقيقه كان عليا ندي غازي نخرج منه الغاز قبل ما نديرو فهاد البابي فيلم. صافي خرجنا منو هذاك الغاز، دابا خصو يتغطى مزيان ويدخل الثلاجه. عاد نغطيه بهذا الطرف هذا بهذا الشكل. صافي غادي ندخلو الثلاجه ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوف العجين ديالي. ها هو من بعد ما خرجته من الثلاجه جلس واحد 4 سوايع، غادي نرش سطح العمل بالدقيق وغادي نحطو هنا. راه كيلصق لا هاد الشكل، مازال غادي نزيدو الدقيق من الفوق عاد باش غادي نشكلو العجين ديالي. انا غادي نشكلو كويرات وغادي ندير فهاد الامور 4 5 الكويرات، غادي نخليه يخمر الشكل الثاني. غادي نديرو هنايا، انا فكرت نديرو على شكل الشهده، وهاد الثاني اللي غادي نديرو في هاد الامول بغيت ندير فيه الداخل شي شويه ديال حبيبات الشوكولاته. هادي ديكالي دي شوكولا، انا خديت هذا لي شوكولا نوار. كاينين انواع تاخذوا النوع اللي بغيتو باش تزينو، ولا زينو بالسكر من الفوق هذاك السكر الكبير، ولا بلا ما تزينو يعني ماشي مشكل. يعني هذيك كتبقى مساله شخصيه ديال الاختيارات اش في التزيين. غادي ندير شي دقيق وغادي نكور كويرات، كنحاول ما امكن يكونوا
قد قد غندير بحال هكا، وغادي نحط هكا الثانية على هاد الشكل، يعني غتهز معايا أربعة الكويرات. غندير الثالثة والرابعة، على هاد الشكل اللي مازال غادي نعاودو نخلوهم يخمرو. غادي نقول لكم واحد نص ساعة عفوا، ها هما كيما كتشوفوا معايا. كنتمنى ان الصوره تكون واضحه. صافي كنغطيهم، كندير واحد السربيته من الفوق ونغطيهم ونخليهم يخمروا عاد باش ندهنهم بالبيض ونديروهم في الفراخ. غادي نكمل شكل تاني اللي قلت لكم انا هنايا غادي ندير على شكل هذا. تقدر تاخذوا ديروا نتوما تشكلوا منه الشكل اللي بغيتوا عاد باش نتلاقى. دابا الثانيه اللي قلت لكم غادي نديرها على شكل شهده، لكم اختيار كيفاش ديروها. انا قسمتها يعني عيني ميزاني، كل كويره حطيت فيها شويه الشوكولاته لداخل، وغادي بمساعده الدقيق غادي نسدها باش يبقى لنا هذاك الشوكولات في الوسط على هذا الشكل هكا، وغادي نحطها وغادي نستعمل مع الاخرين نفس الشيء بحال هكا. هذا الشكل وغادي نستعمل حتى نكمل الدورة ديالي كامل. الاخرين اللي عمرتهم بالشوكولاتة ودرتهم على شكل شهدة هاوما، المهم ما شاطوش ليا ثلاثة الكوارات باش نديرهم الوسط، غير جوج جات عليه هذا الشكل. غادي نغطيها ومن بعد غادي نتلاقاو ملي يخمروا عاوتاني باش ندهنهم بالبيض ونديروهم في الفرن. دابا من بعد ما ارتاحوا واحد نص ساعة تقريبا، ما غاديش نخليهم كتر، دابا غادي ندهنهم بالبيض صافي تنعري عليهم على هذا الشكل. يعني في بالكم ان الحجم ديالهم راه ضعف حتى هادو حتى هما. انا طربت بيضه وحده مع شويه ديال الملحه وغادي نبدا ندهنهم. صافي غادي ندهنهم كاملين، غادي ندخلهم الفران. انا دايره يسخن على 200 درجه، ولكن ما غاديش نطيبهم على 200 درجه. ان فوا الفران غادي يكون سخن غادي ندخلهم ونقص الفران 170 ولا 180 درجه فقط، وغادي نخلوهم يطيبوا. البريوش ديالنا هو من بعد ما خرجته من الفران ما كياخذش وقت طويل في الفران، شلت عليه من الفوق ومن التحت، يعني واحد المده ديال 10 دقائق ربع ساعه كان واجد. اش غادي نقول لكم، راه تيجي غزال وهشيش. كنتمنى انكم تجربوه، كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. زينوه باش ما بغيتو ولا خليوه عادي، لكم الاختيار. اش غادي نقول لكم، بارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، تابعوني على الانستغرام. واش غادي نقول لكم، بالصحه والراحه، تهلاو في راسكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.